ذات ليلة الأربعاء، قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة ليلة الأربعاء، فقال: من صلى 6 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله بغير حساب، فإذا فرغ من صلاته قال: جزى الله محمدا ما هو أهله، غفر الله له كل ذنب إلى 70 سنة، وأعطاه من الثواب ما لا يحصى.